فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا عبر هذا الشاشة، يقول: من طاف طواف الإفاضة وفي الشوط السادس انتقض الوضوء في زحام شديد، لا أستطيع أن أخرج، لكنني واصلت الطواف حتى أنهيت السبعة أشواط. الطواف لا يصح إلا بالطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة وهو الطهارة. فإذا انتقض وضوءك فاخرج وتوضأ وارجع وابدأ من جديد، ابدأ الطواف من جديد. نعم.